وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة ام بي كي الأسترالية لاستكشاف خامات نحاس في منطقة وادي ملقا جنوب البحر الميت. وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة خلال التوقيع إن الحكومة تولي قطاع التعدين اهتماما كبيرا تماشيا مع رؤى التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى اتفاقيات التعدين التي وقعت سابقا. من جانبه أكد الشريك المؤسس في الشركة الأسترالية خالد القحطاني بأن فريق العمل سيبدأ من الأسبوع المقبل ويقدم نتائج سريعة، لافتا إلى التفاؤل الكبير بشأن الاتفاقية. وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة إن الحكومة ومنذ مطلع العام الماضي وقعت 12 اتفاقية للتنقيب عن العناصر المهمة والنادرة، مشيرا إلى أن النتائج والمؤشرات لشركات التنقيب عن العناصر الثمينة في الأردن مباشرة وإيجابية. لليوم إحنا من بداية عام 22 نجحنا بتوقيع 12 مذكرة تفاهم للتنقيب عن مختلف العناصر المهمة اللي اليوم في عليها طلب كبير، مثل النحاس، الذهب، العناصر الأرضية النادرة، الليثيوم، الفوسفات، ومستمرين إن شاء الله خلال المرحلة القادمة لتشجيع هذا القطاع. اليوم إحنا بنوقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في منطقة وادي ملقا، وهي المذكرة الثالثة بالمناسبة للتنقيب عن عنصر النحاس. كان في توقيع سابق لمذكرتين تفاهم بمنطقة جزء من ضانة ومذكرة ثانية بمنطقة وادي أبو خشيبة. اليوم إحنا بنعتقد أنه هناك فرصة كبيرة نعمل على استغلالها. لغاية الآن الشركات التي تعمل جمعت العديد من العينات، وهناك مؤشرات مؤملة إن شاء الله تفضي إلى بدء عمليات التعدين عند استكمال هذه الأعمال خلال الفترة القادمة. من جانبه قال الشريك المؤسس لشركة ام بي كي الأسترالية خالد القحطاني إن الأردن يتمتع بفرص كبيرة في مجال التعدين تحتاج إلى دراسة، وذلك نظرا لموقعه الجغرافي الممتد على الدرع العربي. الدرع العربي، الأردن امتداد للدرع العربي من الجزيرة العربية من السعودية، وهناك مصادر كبيرة لمواد كثيرة كالذهب والنحاس والنكل وحتى البريشس ميتلز. فنتيجة لهالامتداد ونتيجة لخبرتنا السابقة نرى أن هنا فرص كبيرة للأردن يحتاج لها دراسة استكشاف واستخراج. أرحب مباشرة بالمختص باقتصاديات الثروة الطبيعية المهندس صخر نسور. أهلا ومرحبا بك معنا مهندس صخر، وسأبدأ معك بهذه الاتفاقية أهميتها وما الذي تضيف إلى مسألة قطاع التعدين والاستثمار في قطاع التعدين في المملكة. شكرا جزيلا. الحقيقة هي جزء من كل ما هو مطلوب، وقد تأخرنا يعني في ذلك أكثر من 10 سنوات. هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية للثروات الطبيعية ومنها وعلى رأسها النحاس كان لابد أن تتم، ولكن أن تأتي كما يقولون متأخرا خيرا من أن لا تأتي. الحقيقة أنه الدراسات الجيولوجية التي بدأت منذ أكثر من 50 عام من أيام سلطة المصادر الطبيعية والبعثات الأجنبية أكدت وجود النحاس في المناطق الجنوبية، وبالتالي اليوم ما علينا سوى أن نثبت مدى الجدوى الاقتصادية لهذه، والشواهد مبشرة بالخير في المواقع التي تم. وهذا عمل محمود ما تقوم به وزارة الطاقة من توقيع الاتفاقيات مع شركات نعتقد بأنها يعني تمتلك الخبرة الكافية، سواء سولفست التركية أو المتكاملة السابقات التي تم معهم مذكرات تفاهم، وهذه الشركة أيضا الأسترالية. وكما يعني علمت بأنه هذه محدودة المدة، ستفضي في نهاية مذكرة التفاهم إلى مدة زمنية إلى إعلان نتائج الجدوى الاقتصادية، وهذا مدخل إلى باقي أيضا الثروات الطبيعية الموجودة لدينا في الأردن، سواء في فوسفات الريشة في الشمال الشرقي أو في الذهب بوادي أبو خشيبة. ونأمل أن نشاهد أيضا مذكرة تفاهم في موضوع الرمل الزجاجي الذي أيضا يعني هو واضح وضوح الشمس في كمياته وفي نوعياته النقية، ليصار إلى تشكيل أو تأسيس ما يسمى
المجمعات الصناعية، وهذا ما شاهدناه أيضا في الرؤية الاقتصادية ومنها قطاع التعدين الذي انبثقت هذه الرؤية عن مشاورات حدثت في الديوان الملكي ورعاية ملكية. فاليوم العودة إلى الثروات الطبيعية لغايات الصناعة التحويلية، هذا ما هو مطلوب لتعظيم القيمة المضافة. يعني كيف يمكن الحديث عن مجمل هذه الاتفاقيات؟ وزارة الطاقة تتحدث عن 12 اتفاقية في قطاع التعدين، وبالمقارنة أيضا كانت هناك تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة قبل أقل من شهر عندما تحدث بأنه واهم من يعتقد بأن الأردن غني بالثروات الطبيعية والثروات المعدنية، وبالتالي الآن في السياق العام لكل هذا الجهد للحكومة فيما يتعلق بقطاع التعدين بعد التوجيهات الملكية السامية، سياق النتائج الآن، هل يمكن الحديث عن النتائج لهذه الاتفاقيات 12؟ نعم، كما أشرت وأسلفت بأنها مربوطة بعام زمني وفترة بحد أقصى لمدة سنة هذه الدراسات، وبالتالي لا نعتقد بأن مخرجات الورشة الاقتصادية وقطاع التعدين قطاع محور مهم سيساهم في رفعة الاقتصاد الوطني، والحراك الذي يعني تمارسه الحكومة نفسها في موضوع الثروات الطبيعية وتوقيع المذكرات التفاهم. اليوم أخي الكريم ما كنا نفتقده هي جزئي وليس إثبات وجود هذه الثروات، ما نفتقده كان هو دراسة الجدوى الاقتصادية حتى تقام مصانع. احنا اليوم نتحدث عن خطوة يعني غير خطوة إثبات وجود الخام، نتحدث عن إقامة صناعة، واليوم بندرس جدوى اقتصادية، كلفة المصنع، كلفة التشغيل، كلفة الطاقة للتشغيل، وبالتالي بيع المنتج، هذا كله اسمه دراسة الجدوى الاقتصادية. هذا قطعنا شوط، ونتأمل أنه تعلن الحكومة في يعني نهاية هذا العام عن مجمل 12 اتفاقية ما هي النتائج، حتى نضع الأمور في نصابها، نذهب باتجاه الصناعات التحويلية. وأنا أقترح أن يصار إلى إنشاء مجمع للصناعات لغايات ضبط الكلف وتوفير الكلف وانتقاء الشركات التي ستعمل في هذه الصناعات بعناية حتى لا نصاب مرة أخرى بنظرية القبول. مهندس صقر، إذا سمحت لي سريعا، يعني عندما نتحدث عن هذه الاتفاقيات ومسألة دراسة الجدوى، هل تعتقد بأنها تمت بناء على أسس صحيحة؟ لا نتحدث عن عملية تشكيك، ولكن الحديث عن النتائج كما هو مؤمل كما ذكرت بعد سنة، وبالتالي الآن لربما هذا يطرح تجارب سابقة في مسألة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحديدا ما أشرت إليه في تحديدا في محافظة معان مثلا الزجاج والاستثمارات التي تمت ومن ثم توقفت، وبالتالي هذا يطرح سؤال من المواطن حول الجدوى من توقيع هذه الاتفاقيات والحديث عن النتائج مسبقا لربما أو حتى بعد عام. شكرا جزيلا. الحقيقة خلل في إدارة المشروع لا يعني أن هنالك خلل في وجود الثروة الطبيعية أو جدواها الاقتصادية. إذا افتتحنا مشروع في الثمانينات كمصنع الزجاج وأخطأنا أو كان في خطأ في إدارته، لا يعني أن هنالك خطأ في وجود الثروة الطبيعية. لا يختلف اثنان على وجود كميات احتياطيات هائلة من الرمل الزجاجي بدرجة نقاوة معقولة تسهم في أقل إشي 10 صناعات، وكذلك الأمر النحاس والذهب والمعادن المصاحبة إلها والليثيوم ومعادن الأرض النادرة. لك أن تتخيل أخي الكريم مجمل هذه الثروات الطبيعية إذا صيغت في استراتيجية، إحنا كل ما نطالب فيه استراتيجية توضح خطوات ثابتة واضحة ويشرك فيها القطاع الخاص ويشرك فيها مؤسسات المجتمع المدني للشفافية وللحوكمة، حتى أنه يكون الأمور معلنة ونعزز عنصر الثقة. اليوم احنا بحاجة أن نعزز عنصر الثقة في موضوع الشركات اللي بتأتي أنها تدرس، وتعزيز وجود الجهد الوطني في هذه الدراسات وفي ما يليها من خطوات أيضا. شكرا لك. في موضوع الصناعة. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا المختص باقتصاديات الثروة الطبيعية المهندس صقر أنسور، شكرا لك. أرحب مباشرة بالخبير بشؤون الاستثمار والطاقة والمعادن المهندس حمزة العلياني، أهلا ومرحبا بك معنا. مهندس حمزة، ما الذي ستضيفه مثل هذه الاتفاقيات في مسألة قطاع التعدين والاهتمام بقطاع التعدين؟ ونتحدث عن كم من الاتفاقيات، 12 اتفاقية أعلنت عنها وزارة الطاقة، برأيك إلى أي مدى فعليا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في الاستثمار في قطاع التعدين، وما الذي يحتاجه من بنية تحتية في هذه المرحلة؟ مساء الخير أستاذ عبد الله والسادة المشاهدين.
حقيقة أن قطاع التعدين في الأردن يشكل رافد مهم للاقتصاد الوطني، حيث ساهم العام الماضي تقريبا 9% وشكلت صادراته، أتحدث هنا عن الناتج المحلي، وشكلت صادراته أكثر من 30%. وكما نعلم أن خطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة رفع مساهمته إلى 11% عام 2025، وهو ما نشاهده من اتفاقيات وقعتها وزارة الطاقة. حقيقة أن الاتفاقية المؤخرة وقعت مع الشركة الأسترالية هي كما تحدث الوزير هي ثالث اتفاقية على مستوى قطاع النحاس، وأيضا في منطقة قد تكون منطقة لا يوجد فيها دراسات كبيرة كما كانت في المناطق الأخرى مثل منطقة خربة النحاس ومنطقة فينان. وهنا أيضا نرى أن هناك مستثمرين شركات دولية وشركات تملك خبرة للاستكشاف وأيضا تقديم الدراسات في هذا القطاع. أستاذ عبد الله، بكل أمانة أن هناك ثروات معدنية كبيرة في الأردن، لكن ينقصها العديد من الدراسات والعديد من الجهات المختصة التي تعمل عليها. صحيح أن وزارة الطاقة تبذل جهدا مشكورة وأيضا تستشير شركات مثل شركة ماكنزي بإعداد استراتيجية لقطاع التعدين وأيضا تسويق الفرص الاستثمارية، لكن كما نعلم أن قطاع التعدين بشكل عام هو قطاع متعدد المخاطر، وبالتالي جذب هذه الاستثمارات من خلال شراكات عالمية وشراكات دولية بحاجة إلى دراسات جدوى مبدئية، خصوصا أن الأردن بكل أسف استغنى عن سلطة المصادر الطبيعية عام 2014 ولم يتم هناك تعويض لهذه الجهة المهمة. نعم. في إعداد الدراسات يعني وإعداد مهندس حمزة أنت مع الاستراتيجية. نعم. أنت مع بأن الأردن مليء بالثروات المعدنية والطبيعية وتحديدا فيما يتعلق بقطاع التعدين، ولكن الإشكالية في عملية إجراء الدراسات والاهتمام بهذا القطاع. بكل تأكيد أستاذ عبد الله، حيث أنا نرى أن هناك أيضا توجه عالمي الآن بقطاع التعدين. أستاذ عبد الله، بلغ حجم سوق المعادن الضرورية لانتقال الطاقة، كما نعلم أن النحاس وأيضا الليثيوم وغيرها من المعادن النادرة هي الآن تزايد الطلب العالمي عليها، خصوصا أننا نشهد تحول للطاقة وأيضا تحول الاقتصاد الأخضر، حيث بلغ تقريبا 320 مليار دولار عام 2022. هذا يبشر أن هناك طلب متزايد عالمي على هذه المعادن، وأيضا هناك فرص مهمة لقطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من القيمة المضافة. لكن كما ذكرت سابقا أننا بحاجة إلى جهة رسمية تدرس هذه الطبقات وهذه المواقع. نعم. طيب. حيث تستطيع تسويقها بشكل أكبر وبشكل أسرع. سريعا مهندس حمزة، يعني أيضا تحتاج إلى بنية تحتية، يعني معظم هذه المناطق التي تحتوي على هذه الثروات هي في مناطق صحراوية وذات طبيعة جغرافية ربما وعرة في بعض الأماكن وفي أكثرها، وبالتالي هل نمتلك البنية التحتية فعليا لنوفرها للمستثمرين في هذه القطاعات وفي هذه المعادن؟ ماذا عن إيجاد مثلا مثل مجمع للصناعات؟ البنية التحتية كيف يمكن قراءتها في ظل هذه الأرقام؟ أستاذ عبد الله، أتفق معك تماما أن العديد من المواقع في المملكة لهذه المعادن قد لا تقع على طرق رئيسية، وأيضا لا تتوفر فيها المياه والكهرباء، وبالتالي تشكل ضغطا على شركات المستكشفة في هذه المواقع. لكن أيضا نحن بحاجة أن نقوم بمفهوم الكلاسترينج أو بمفهوم التكامل بين هذه الشركات والاستفادة من خبرات الدول المحيطة أيضا. فممكن أن نبدأ مثلا بالنحاس، خاصة النحاس قد تحدثنا عن نتائج مؤملة، وقد نتحدث عن تقريبا مليون طن من النحاس قد يصل قيمته إلى 8 مليار، لكن لا يوجد خطة رئيسية أو خطة أساسية أن نبدأ بمراحل. على سبيل المثال، لا نريد أن نصل مرة واحدة إلى إنتاج بشكل كبير، لكن نتأمل أن يكون هناك مجمع صناعي يستطيع ثلاث الشركات الآن الثلاث شركات التي تنقب في منطقة وادي عربة أن تتعاون فيما بينها، وأيضا هناك فرصة أيضا للتعاون مع مصر مع السعودية، خصوصا أن هذه الدول قد كانت يوجد بها نشاط للنحاس وأيضا
معالجة لهذه المعدن وبالتالي نعم. إنتاج بشكل تجاري مبدئي إلى أن نصل إلى المرحلة الأكبر التي تكون على مستوى عالمي وتجاري أكبر. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا الخبير بشؤون الاستثمار والطاقة والمعادن المهندس حمزة العلياني، شكرا لك.